بمناسبة اليوم الإفريقي للتغذية المدرسية والذي جاء تحت شعار الوجبة المدرسية دعم للتربية، انطلقت صباح اليوم الاحتفالية الرسمية لهذا اليوم بحضور الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة وعدد من المدعوين بشأن الصحة والتعليم. جرت المناسبة بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفو. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. إن البلاد كغيرها من الدول الأفريقية ظلت تحيي اليوم الأفريقي للتغذية المدرسية الدورة الثانية، والتي جاءت تحت شعار الوجبة المدرسية دعم للتربية، حيث بدأت الاحتفالية بكلمة واحدة للأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ديهولني لوران، والتي تناول فيها أهمية هذا الحدث ودوره في تطوير ودعم مسيرة المدرسة خاصة في المراحل الأولية، لأن التلميذ المتغذي ليس كغيره من التلاميذ من الناحية العقلية والبنية الجسمية وتلقي المعلومات وفهمها فهما صحيحا. عقب ذلك قدمت محاضرة بعنوان أهمية التغذية ودورها في تكوين التلميذ، بجانب إطلاق نشاطات اليوم الأفريقي للتغذية المدرسية بإعدادية أسوميسيون الكنسية، والتي توفر الوجبة اليومية لتلاميذها خلال أيام الأسبوع. قلنا أكلوا في شخص من ده أربع عندنا أكل وايد، بس يوم كله جاي بدلوا أكل دولا، ويوم واي جاي ركبوا ريس ويوم واي جاي ركبوا لوبيا. وبعد تقديم هذه الوجبة للتلاميذ، فقد أعرب مسؤول قسم إدارة الموارد بإدارة التغذية المدرسية. واخترنا الاكل ده عشان الاكل ده ايجاد بشيء خلاص اليمنتاسيون، عندنا خلاص عندنا اليمنتاسيون في تشات لكن في أشهر ريجيون، لكن انجمنا فوق ما فوق عشان ده الم في انجمنا الاكل قاعد بشيء التغذية المدرسية ما كثير. في سبلم تنين ثلاثة واخترنا ده عشان في وسط الهلة. وننوه إلى أن هذه الوجبة المدرسية جيدة وتساعد في الاستقرار والأداء المدرسي خاصة في المناطق النائية والفقيرة، وعلى الدولة والشركاء العناية بها حتى تعود المدرسة التشادية لسابق عهدها.